الآن أنتم يا الأهلاويين في صورة لرئيس عندكم اسمه ماجد النفيعي. نعم. شلتوها من جدار رؤساء الأندية، لأن لما رحت زرت النادي تشرفت أكيد وجيت في هذه القاعة المليئة بالتاريخ الرياضي، أنتم شلتوا صورة ماجد النفيعي من بين رؤساء الأندية. أنا كشخص عابر في هذه القاعة قلت ليش شلتوها؟ فما حد رد، فأنا فهمت كذا بسوء الظن اللي عندي. أوكي هذا هو بس اللي هبطهم، ليش؟ لأنه عبد الله مؤمنة موجود. واللي قبل عبد الله مؤمنة موجود صايغ. شارين ماجد النفيعي، أنا أبغى أسأل هل هو ماجد النفيعي بالحالة؟ ولا عبد الإله مؤمنة والصايغ واللي قبله وتراكمات؟ لا للتاريخ بس. تبغى نجاوب على سؤال حق الصورة ولا سؤال التراكمات التاريخية؟ ايش اللي تحب؟ شوف كيف أنا ديمقراطي، أبغى أخليك تروح أي جهة تحب. طيب الصورة ما بحمل أحد في النادي، في النادي أنا رئيس النادي الأهلي، فأي قرار يتم اتخاذه في أي إجراء داخلي أنا مسؤول عنه. فالقرار هذا لأسباب كان استحقاق وصار. بدون دخول في التفاصيل ولا بخش في التفاصيل الآن ما أعتقد أنه مجال، فأنا أتحمل القرار. أوكي. هذا.